الرحمن الرحيم. طلاب جيم فاوندرز الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الممتع حول اللغة العربية وروائعها التي لا مثيل لها. لما لا؟ وهي لغة القرآن الكريم، لغة القرآن يا شمس الهدى، صانك الرحمن من كيد العدا. هل على وجه الثرى من لغة أحدثت في مسمع الدهر صدى، ووضعت الاسم والفعل ولم تترك الحرف طليقا سيدا. والآن مع النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أما الآن هيا نغني مع طلاب الصف الأول والثاني. قطتي صغيرة واسمها نميرة، شعرها جميل ذيلها طويل، لعبها يسلي وهيلي كظلي، عندها المهارة قطتي رفارة. قطتي صغيرة واسمها نميرة، شعرها جميل ذيلها طويل، لعبها يسلي وهي يخذل، عندها المهارة كتغسل أفراد. أمي أمي أحب أمي، أبي أبي أحب أبي، أمي أبي وأنا نحن لا إله. أختي أختي أحب أختي، أختي أختي أحب أختي، أمي أبي وأنا أختي نحن لا إله. أخي أخي أحب أخي، أخي أخي أحب أخي، أمي أبي وأنا أختي أخي نحن لا إله. جدتي أحب جدتي، جدتي أحب جدتي، أمي وأبي وأنا أختي أخي جدتي نحن الآئلة. جدي جدي أحب جدي، جدي جدي أحب جدي، أمي وأبي وأنا أختي أخي جدتي جدي نحن الآئلة، نحن الآئلة، نحن الآئلة. هاي سبا سبا هي سبا، أيام الأسبوع سبا، سبا سبا هي سبا، أيام الأسبوع سبا.
السبت الأحد والاثنين، السبت الأحد والاثنين، الثلاثاء والأربعاء، الخميس والجمعة. سبع سبع هي سبع أيام الأسبوع، سبع 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 هي سبع أيام الأسبوع، سبع. مفرد مثنى وجمع يا شاطر يلا استمع. وردة وردتان، ورود في الحديقة، هيا يا جوان لنعرف الحقيقة. صورة صورتان، عشر صور، ذكرى للزمان نجده في كل مكان. مفرد مثنى وجمع، مع السلامة. التنوين، أنا التنوين، بتفكرني حرف النون. أنا التنوين، أنا التنوين، ما فيه سكون. حكيتين ضمة ضمتين، كسرة كسرتين، كسرة كسرتين. التنوين، أنا التنوين، أنا التنوين، أنا التنوين. ماما ماما فجر طالع، بابا بابا دوما يعمل، حتى تبدو الدنيا أجمل. أمي وأبي أدعو لهما، يا رباه أرفق بهما. الأحد طلعت فيني، علمني أن أشتري. الواو أو الف أبلكن، الأحرف طلعت فيه، علمني أن أستاذي. الواو والثم، الف أبلكن. الأحرف طلعت فيه، أدرس أنا الدرسي. الواو والصماء، الفاء ولكن. الأحرف طلعت فيه، أدرس أنا الدرسي. الواو والصماء، الفاء ولكن. مع السلامة. أنا التاء المربوطة، شكلي دائرة ونقطتين. تنطقني عند الوقف هائل يا حلوين، لكن عند الوصل تنطقني دائم. مثل وردة تشبه ودات جميلة. أنا التاء المفتوحة، شكلي ابتسام ونقطتين. تنطقني دايما تاء فيه الهلتين. بنت بنتي بنت بنت وأيضا بنت. لقد حفظنا الفرق بين التاء يا شطرين. والآن هيا نغني مع طلاب الصف الثالث والرابع. لغة الضاد والشعراء، حفظت تاريخ القدماء، حفظت آدابا وتراثا، حفظت تاريخ القدماء. فاقرأ واقرأ ثم اقرأ، واقرأ ما كتب العظماء. فاقرأ واقرأ ثم اقرأ، واسمع ما قال الحكماء. فاقرأ واقرأ ثم اقرأ، واقرأ ما كتب العظماء. فاقرأ واقرأ ثم اقرأ، واسمع ما قال الحكماء. ما أجمل أن نحيا سعداء، لا حقد يسود ولا بغداء. أزهار الحب تظللنا، في دنيا تغمرها الأضواء. نتقاسم خبز محبتنا، ونشد على أيدي الضعفاء. للطير نعمر أعشاشا، ونرد عن كون الظلمة. نزرع وردا، نشعل شمعا، نعطي نعطي في الحب عطاء. كن لي عونا، كن لي سندا، لا تحلو الدنيا دون إخاء. لغة القرآن يا شمس الهدى، صامك الرحمن من كيد العيدة.
العلى وجه الثرى من لغة أحدثت في مسمع الدهر صدى. نحن علمنا بك الناس الهدى، وبك اخترنا البيان المفردة، وزرعنا بك مجدا خالدا يتحدث شامخات الخلدة. مصطفاك الله فينا عبثا، لا ولا اختارك للدين سدى. لغة قد أنزل الله بها بينات من لدنه وهدى. يا ولاة الأمر، هل من سامع حينما أدعو إلى هذا النداء؟ هذه الفسحة التي نرجو بها، ونحيي من بشجواها شدى. السلام عليكم يا أمي. وعليكم السلام يا إشار. لماذا عم تحزين؟ أنا جائع. ماذا تريد أن تأكل؟ أنا أفضل الطعام. أنا أفضل التفاح. أنا أفضل الحليب الشوكولاتة لأنها لذيذ. شكرا يا أمي. حسنا بنتي. مرحبا أصدقائي، سأخبركم النوم في المتن. مرحبا. مرحبا. هل تفضل الثلج؟ لا، لأنه سخينة. هل تفضل الكاكي؟ نعم. وما؟ نعم. الآن سأكوغيرا. شكرا. إيفو، فاتورتي من فضلك. شكرا. شكرا. مع السلامة. مرحبا، ماذا تريد؟ أريد صوفا جديد ومرحبا. هل تريد تبادل شيء أم؟ نعم، أريد أسدأل حتى في القدم ونطيب. حسنا تبدل. أنا أريد سيارة لعبة مرمى. هل تريد شيئا آخر؟ ولعبة من فوق. هذا الثداء. شكرا لك. السلام عليكم مادام. وعليكم السلام. أرجوك تعال. تجلس. شكرا. أنا أريد البرياني بلا سلك ودروات، صغير حر ووزن دائي. نعم، برياني بالعسل خضروات لذيذ، طعم مشهور في الهند. انتظار. استمتع. شكرا.
شهية. نعم ممتازة، كم سعرها؟ 50 درهم. شكرا، مع السلامة. شكرا شكرا. وأخيرا مع الأشعار والطلاب الرابع والخامس والسادس. كن بلسما إن صار ظهرك أرقما، وحلاوة إن صار غيرك علقما. إن الحياة حبتك كل كنوزها، لا تبخلن على الحياة ببعض ما. أحسم وإن لم تجزى حتى بالثنى، أي الجزاء الغيث يبغى إنهما. من ذا يكافئ زهرة فواحة، أو من يثيب البلبل المترنما. يا صاحي خذ علم محبتي عنهما، إني وجدت الحب علما قيما. لو لم تفع هذه وهذا ما شدا، حاشت مذممة وحاش مذمما. أيقظ شعورك بالمحبة إن غفا، لولا الشعور الناس كانوا كدما. أحبب فيغدو الكوخ قصرا نيرا، وأبغض فيمسي الكون سجدا مظلما. إن الحياة حبتك كل كنوزها، لا تبخلن على الحياة ببعضما. أحسن وإن لم تجز حتى بالثنى، أي جزاء الغيث يبغي إنهما. من ذا يكافئ زهرة فواحة، أو من يثيب البلبل المترنما. أصاحي خذ علما المحبة عنهما، إني وجدت الحب علما قيما. لو لم تفح هذه وهذا ما شدا، عاشت مذممة وعاش مذمما. أيقظ شعورك بالمحبة إن غفا، لولا شعور الناس كانوا كدما. أحبب فيغدو الكوخ قصرا نيرا، وأبغض فيمسي الكون السجن المظلما. كن بلسما إن صار دهرك أرقما، وحلاوة إن صار غيرك علقما. إن الحياة حبتك كل كنوزها، لا تبخلن على الحياة ببعضها. أحسن وإن لم تجزى حتى بالثناء، أي الجزاء الغيث يبغي إنهما. من ذا يكافئ زهرة فواحة، أو من يثيب البلبل المترنما. يا صاحي خذ علم المحبة عنهما، إني وجدت الحب علما قيما. لو لم تفح هذه وهذا ما شدا، عاشت مذممة وعاش مذمما. أيقظ شعورك بالمحبة إن غفا، لولا الشعور الناس كانوا كدما. أحبب فيغدو الكوخ قصرا نيرا، وابغض فيمسي الكون سجنا مظلما.